اهلا وسهلا في البطولة. والله يسلمك. الشباب الطيبة. يوم 3/8/2024 تدمير بالاي جي بي. اليوم عندنا اي جي بي. الشباب ما شاء الله كلها جاهزة. كلها نايمة. سعد صباحك. بس لا ان شاء الله اليوم كل حيطلع جايب ميداليات وكل مبسوط. انتوا سيرين لاعبين مع بعض ها؟ شباب اعطونا بوز حركة حلوة. بعرف ان عندي فايت جديد غزان طلع عندي فايت. طب مين مازعك بوكس هون معلم عليك؟ قرب اسيا. شو جاي تسوي اليوم؟ اروح اخذ ذبي واروح. ارغمني بس ما بعرف انه معي شرع. ايوه ليه بالغلط؟ بالغلط؟ والله يا ظفر اخرتك بتحمل. وين التصوير يا زلمه؟ صباح خير. صباح النور. معانا مين الشاب اللي معانا؟ طلع هذا المزقع فلوك لايت. طبعا حتى الفلوجر. الفلوجر الكاميرا مان. كاميرا مان. ايوان. سلامي داني بوي ترجع اقوى. داني بوي الف سلام عليك. سلامات داني بوي. عاليات البطولة. الشباب نايم. بارتو اهلا بجماعتي اخواني واهلي بنايت مارشال ارت. طبعا عودة المخضرم محمود القيس للانترفيوز بمساعدة كابتن نرزان. طبعا انا اسمي محمود. انت نرزان ولا انزور؟ نرزان. وعي انزور. ايوه شفتوا كيف لخبطت شباب؟ كيف تترك بنايت؟ اعطيني يعني بصراحه مش عشان الكاميرا. 10 من 10. انت تتمرن بامريكا صح؟ اه. ايش شفت اشي بنايت انت ما شفته بامريكا؟ والله انه زيك انه بحس انه كل حدا عيلي يعني. حلو كيف في بطولات ورا بعض الواحد بيصير يضل يلعب يعني يحتك مع ناس ثانيين. كيف المستويات؟ ما شاء الله الاماراتيه لعيبه جدا. وانا المستوى الاردني يعني اعلى بكثير من المره كمان. واحد تحيه لكابتن زيد. اخوان لاعب الجرافات كابتن عمار. نادي خرافي يعني التعاون يخبي فلاك وانت ما شاء الله عليك محترم حبيبي. والله ان شاء الله المباراه الساعه 2:30 ان شاء الله. احنا نروح اخوان بتطلع الجزيره. كيف كابتن إيه؟ انا حاس وزنك زايد شكلها مقضيها اكل بالتوجيه. كيف استعديت للبطوله ونزلت وزنك ولا لا؟ ولا شيء. وزن جديد طالع 10 الوزن باذن الله كابتن. اليوم باذن الله جولد كابتن يسلم. الكواليس انت تحماي هسه انا لي واسطات هسه فوتوني دقيقه. تهربت الى محل التحماي مال الكابتن اللاعب إيه وسام رفاس. الحمد لله كله تمام. احنا بس حبينا نسلم عليك كابتن عريق يعني بالرياضه. كابتن فيصل. كابتن فيصل اللي حكي لنا اليوم انت بدك تلعب؟ ان شاء الله. لما احكي يا زلمه الكاميرا بوجهك. الحمد لله جيد. انت كنت تتمرن بالسويد بس ايش تعنوا ايش ايش لاحظت فرق بين نويت وبين تدميرتك بالسويد؟ الانتنسيتي. خلاص روح انصرف يا زلمه بالتوفيق. هون بلعب بلي مائي قاعدين. السلام يا شباب. معني غبت عنك فترة. انت قلت لكن ما زلتك جذاب يعني ملك الجمال بصراحة. شبيت احشورتي ان عيناتك بالبشرة والشعر وكل شيء. It's very nice. The environment is so good. So it's amazing to come to Jordan and see how Jiu-Jitsu developed here. A lot of clubs, a lot of high-level people. So I'm so excited to see my students compete today. شخصية عميقة مش أي حد بيجيبها. بتاخذ مصاري على اللقاءات بس أنا عندي جبت لكم إياه ببلاش. كابتن أبو البطار. السلام عليكم. أنت قطعت فترة ورجعت. كيف حسيت الجو؟ رح تشوف رح تحضر بعيونك. طلعت أدرس سنة ببريطانيا. بعد ما شفت يعني رحت هناك ورجعت على الأردن. شوف فرق كبير بالمستوى يعني عندنا هون بنايت اول إشي عندك الروح الفريق وان تيم وان جول وان تراديشن دائما احنا زي العيله الكل بده يفيد بعض هذا الإشي اللي مميز بنايت بس انا جد معك كنت احكي من قلب والله يعطيك العافيه كبير والله احاول جاهدا يا اخوان اني الاقي ادور لكم على واحد من جماعه الماسترز كيف كانت بطولتك باسيا؟ الفايتات كانوا ايزي. تلكم الكابتن الدبل ليك داون سنجل اكس ليك جوجو بلاث. مرحبا شباب. كانوا يعني شبه نوعا ما ايزي. فاضل كمان ابو العدلي. يا هلا. حكوا الشباب انعجقوا. طبعا بندوزر الصغير اخو بندوزر الكبير قبل شوي وشو جبت فضيه صحيح؟ فضيه صح. اللاعب الماستر المخضرم اللي ساعه ودوران احكي لي شو صار معك انت؟ نبلش من التنظيم. التنظيم كله حلو ما شاء الله. الشباب يعني مش مقصرين. المباراة كانت حلوة. سكند جولد بصير جد الكوتش ليف له شكر كثير يعني جهده بالحصة كبير كبير كثير الحمد لله. وحصة الماستر عن جد حصة قدرة تحملك للأشياء اللي بحياتك بتصير أفضل. وإشي تاني كمان يعني أنا عندي ابني إن شاء الله ناوي أسجله عمره 4 سنين وناوي أسجله بالنادي مدرسة نايتس. مدرسة حلوة كثير وأنا لاحظتها بالأطفال الصغار يعني بس إنه ناضج الولد إنك تطلع طفل نقول ناضج عقلية سوي يعني إلها لعبة ودور كبير.
فاز الجيم تبعته الحمد لله. كيف فزت؟ اكس جوكر. اكس جوكر. لازم يدفع اشتراك الشعرات لا سيدي ابدا كلكم اكتبوا لنا بالكومنتس ملك التشجيع ولايك وشير وايش سبسكرايب سيدي يلا جود نايت.